بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس أيها الإخوة تكلمنا عن آية عظيمة تدل على معان يحتاجها المسلم في حياته وتميزه عن غيره، وهي الآيات في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن هذه الآيات وصف الله بها حال أهل الإيمان، وقلنا بالأمس إذا كنت تريد أن تعرف من نفسك أنك من أهل الإيمان فانظر إلى هذه الآيات وتأمل فيها، وانظر هل حالك مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن حال أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بالأمس بدأنا في أول صفة من هذه الصفات العظيمة والمهمة، وهو متعلق أيضا بحياة المؤمن: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وسوف نتكلم عن الوجل ومعنى الوجل بالتفصيل، وذكرنا أن من علامات الوجل وأمراته أولا هو الوقوف عند أوامر الله سبحانه وتعالى وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد أهل الإيمان يتمثل في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا نوع من الوجل، نوع من الوجل والخوف. ذكروا الله لماذا؟ لأنهم تذكروا عندما ارتكبوا هذه المعصية، تذكروا الله سبحانه وتعالى وعلموا ما يترتب على هذه المعصية من عقوبة، وتذكروا الله سبحانه وتعالى بأنه مطلع عليهم، ويتبين ذلك من قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا حال أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. أما أهل الإيمان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكرنا أيضا من أهم علامات الوجل وأمراته هو التفكر في آيات الله، وذكرنا أيضا ما كان من حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وما وصفه لنا ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات عند خالته ميمونة، فوصف حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته فقال رضي الله عنه: يقول بت عند خالتي ميمونة، يقول فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، أي أنه كان يؤانس أهله ويتكلم معهم. عندما دخل بيته بعد صلاة العشاء جلس مع زوجه يتحدث معها ساعة، ثم بعد ذلك قال رقد عليه الصلاة والسلام. يقول فلما كان ثلث الليل الأخير يقول قعد عليه الصلاة والسلام، فأول أمر
فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد استيقاظه، رفع رأسه إلى السماء متفكراً بآيات الله سبحانه، ثم قال الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام فتوضأ واستاك، ثم بعد ذلك صلى 11 ركعة عليه الصلاة والسلام حتى أذن المؤذن. لما أذن بلال رضي الله عنه قام فصلى ركعتي الفجر، صلاها في بيته عليه الصلاة والسلام، ثم خرج فصلى الصبح. بينا هذا المعنى بالأمس، وفي هذه الجلسة إن شاء الله نكمل المعاني العظيمة في هذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من الأمور التي يحتاجها المسلم حتى يتحصل على هذه الميزة أنه إذا ذكر الله وجل قلبه، هو ذكر الله في الخلوة. الخلوات لها معان عظيمة، خصوصا في جوف الليل. الله سبحانه وتعالى وصف أهل قيام الليل قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. انظر إلى هذا المعنى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول الله تعالى في حالهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن الله سبحانه وتعالى أخفى عليهم ما يريد أن يكافئهم عليه لما عملوه، مما يحصل منهم بأنهم كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإذا أخفي وأخبرت شخصا، وهذا أمر مشاهد، أنك إذا أخبرت ولدك أو أخبرت صديق تقول له: إني قد أخفيت لك هدية أو مكافأة، فإنه يسر بهذه الهدية ويفرح بما ذكرت له بمجرد أنك قلت له: أخفيت لك أمرا أريد أن أسعدك به. وهذا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى وما أخفاه لأهل الإيمان الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كانوا من الليل قليلا من الليل ما يهجعون، يقومون الليل يذكرون الله في كل حال، حتى أن هناك عبادة أيضا تخفى على البعض من الناس، وهي عبادة عظيمة وسهلة أيضا، وهي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على من تعار من الليل. هذا أمر أول. الأمر الثاني سوف نذكره إن شاء الله. الأمر الثاني هو ما يتعلق بسلامة الصدر. من أهم الأمور التي تجعل المسلم يتصف بهذه الصفات هو سلامة الصدر. سلامة الصدر جاءت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بها رجلا غير معروف، رجل بسيط، رجل لا يعرفه الصحابة رضي الله عنهم. في يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه، فقال لهم: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هذا لا شك أنه يلفت الانتباه، فرفع الصحابة رضي الله عنهم أبصارهم يريدون أن يعرفوا من هذا الرجل الذي وصف بهذا الوصف العظيم بأنه رجل من أهل الجنة. فخرج عليهم رجل بسيط، وصفه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: رجل خرج علينا تقطر لحيته من أثر الوضوء، وكان يمسك بنعليه بيده اليسرى. هذا وصف لحال رجل بسيط جدا، لا ميزة له، ليس من علية القوم، إنما هو رجل بسيط تقطر لحيته من أثر الوضوء، وكذلك يمسك نعليه، وهذا وصف يدل على بساطة هذا الرجل. فذهب هذا الرجل لما جاء من الغد
قال عليه الصلاة والسلام: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة مرة ثانية. يقول عبد الله بن عمر: فخرج علينا نفس هذا الرجل وفي نفس الحال الذي كان عليه، تقطر لحيته من أثر الوضوء وقد أمسك عليه بيده اليسرى. لما جاء اليوم الثالث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. لا شك أن هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي لا يعرف، قال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج هذا الرجل، فأراد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، قال: أريد أن أعرف حال هذا الرجل وأعرف ماذا خبأ هذا الرجل من عمل صالح بحيث أنه وصل إلى هذه المنزلة بأن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. فذهب إليه وجاءه في بيته وطلب منه أن يبات معه 3 ليال، فبات معه. لما بات معه أخذ يترقب هذا الرجل، يقول: فلم أره يقوم من الليل شيئا، يقول: لم أره يقوم من الليل شيئا، قال: غير أنه إذا تعار من الليل، تعار أي استيقظ من الليل، الذي يستيقظ فجأة في الليل هذا هو التعار، قال: إلا أنه إذا تعار من الليل وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر. انظروا إلى حال هؤلاء، دائما يستحضرون عظمة الله حتى في وقت غفلات الناس. النوم لا شك أنه فيه غفلة للمرء، ولكنه إذا استيقظ ذكر الله وهو في فراشه، يقول: ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، هذا حاله. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. جلس معه 3 ليالي لم يسمع منه إلا خيرا، كلامه كله فيه خير. يقول: فلما مضت 3 أيام يقول: وكدت أن أحقر عمل هذا الرجل، لأنه لم يراه يقوم من الليل ولا يتلو القرآن في آخر الليل، لكنه وصفه كما ذكر رضي الله عنه، يقول: وكدت أن أحقر عمله. يقول: بعد 3 ليالي سألته فقلت له: إني جئت عندك لأني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات وقد خرجت أنت، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بك. قال: فلم أرك تعمل شيئا كثيرا، فما الذي بلغ بك هذه المنزلة حتى قال عنك النبي عليه الصلاة والسلام ووصفك بأنك من أهل الجنة؟ فقال هذا الرجل: ما هو إلا ما رأيت، ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا. الله أكبر، هذا أول وصف. يقول: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، وقال: ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال له عبد الله بن عمرو، قال: في هذه هي التي بلغت بك هذه المنزلة، وهي التي لا نطيق، وهي التي لا نطيق. هذا قول من؟ عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل. قال: هذا الوصف وصف، وهو فعلا وصف يصعب علينا أن نتصف عليه إلا إذا جاهدنا أنفسنا. قال: لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. وهذا الحديث حديث صحيح، صحاه جمع من أهل العلم، وذكره أيضا الحافظ العراقي وكذلك الحافظ الهيثمي، وصحح هذا الحديث. أولا أبين لكم
فائدة من تعار من الليل وذكر الله. هذا الأمر جاء فيه حديث عظيم، جاء في حديث عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قالها ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب له. من قال هذا الدعاء، احفظوه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات مع شهادة أن لا إله إلا الله خمس. ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. مجرد أنه يتقلب وهو في فراشه ويقول هذا الدعاء ثم يدعو بما شاء أستجيب له، أو قال اللهم اغفر لي أستجيب له. وإذا زاد وقام فتوضأ فصلى قبلت صلاته. ولذلك أيضا ذكر أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو علمت أن الله قد تقبل مني سجدة واحدة، أي صلاة واحدة، سجدة واحدة أو صدقة بدرهم، كويس، يقول: لكان الموت أحب إلي من كل شيء. وقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فلا شك أن قبول هذه الصلاة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ممن يحرص عليها أهل الإيمان، وقد ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما لحرصه على هذه العبادة. إذن هذا معنى من تعار من الليل، أي من استيقظ فجأة في الليل أو لأي حاجة ثم قال هذا الدعاء، يحصل على هذه المزية العظيمة بأنه إذا دعا استجيب له. فاحرصوا على هذا الدعاء. الأمر الثاني أن هذا الرجل لا يغش أحدا من المسلمين، بل عنده سلامة الصدر، وقال: ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. والحسد كما جاء في الحديث يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. فجاهد نفسك، ما منا إلا ويجد في نفسه على أخيه. ولذلك الحسد يكون دائما بين الأقران، تجد العالم مع العالم، تجد طالب العلم مع طالب العلم، تجد المهندس مع المهندس، تجد الطبيب مع الطبيب، الأقران دائما يحصل بينهم التنافس ويصل أحيانا إلى الحسد. ولذلك على المسلم أن يتنبه إلى مثل هذا الأمر. ولعلنا إن شاء الله في مجلس نتكلم عن هذا الأمر، وهو أمر مهم يتعلق أيضا بحياة المسلم، ويجب أن نجاهد أنفسنا حتى نتجنب هذه الخصلة السيئة. ولذلك تميز هذا الرجل ووصف من أنه من أهل الجنة لأنه جاهد نفسه، فلا يحسد أحدا على نعمة أعطي إياها من الله سبحانه وتعالى. من علامات الوجل وأماراته أيضا، وأيضا من هذا الأمر من الأمور المهمة، هو البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وقد بوب البخاري رحمه الله قال: باب البكاء من خشية الله. ولما ذكر هذا الباب ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في الحديث الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله،
وقال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت عيناه جاءت أيضا في آيات أخرى، جاءت أيضا أن العين تفيض من الدمع، جاءت أيضا في آيات أخرى: جاء أيضا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أكثرهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن هنا تفيض العين من الدمع. أيضا جاء في قوله تعالى: وعلى الذين إذا ما أتوك، أولئك الذين أيضا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا أن يحملهم معهم في الغزو، وجاء ذلك في قوله تعالى: وعلى الذين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قال في وصفهم: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن جاء في الآيات ما يتعلق بأن العين تفيض. هذا الوصف من خصائص العين أنها تبصر وترى، وأيضا يجري منها الدمع. ولكن عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ففاضت عيناه من الدمع، تفيض أعينهم من الدمع، العين عندما فاضت لم نقل أن الدمع فاض من العين، ولكن العين فاضت. فهذا الوصف يدل على أنها فاضت العين، أي فقدت جميع ما تتميز به العين من إحساس، أصبحت لا تبصر، أصبح لا يرى. فكان هذا الفيضان فاضت العين، فمعناه أنها تجردت من جميع الأحاسيس التي في العين، كل ذلك خشية لله سبحانه وتعالى. قال: فاضت أعينهم من الدمع، تفيض أعينهم من الدمع. وهذا فيه دلالة على الخشية، ففاضت العين حتى حصل هذا الدمع، حتى فقدت جميع الحواس التي تميزت بها العين، كل ذلك خشية لله سبحانه وتعالى. إذن قال عليه الصلاة والسلام: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ونال هذه المكانة بماذا؟ بثلاثة أمور. أولا، لأنه كان من الذاكرين، فاضت عيناه من الدمع لأنه أولا فاز بهذه المزية سبعة: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا لأنه كان من الذاكرين. الأمر الثاني، لأنه كان في خلوة بربه بعيدا عن أعين الناس، وهذه أيضا مزية، لأنه فاضت عيناه خاليا. خاليا أيضا تعني أكثر من معنى، خاليا أنه لا أحد معه، وخاليا أي أن قلبه خاليا من كل الشواغل إلا من خشية الله سبحانه وتعالى. ثم قال الوصف الثالث: فاضت عيناه بالدموع. فهذه الصفات إذا اتصفت واجتمعت في شخص وهو في خلوة وذكر الله ففاضت عيناه، لا شك أنه يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا يدل أيها الإخوة على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم بيّن ذلك الله سبحانه وتعالى في ذكر الله خاليا أيضا فيما ذكرناه إذا تذكر الله وقد ارتكب الذنب، فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال خاليا كما بيناه، ثم ففاضت عيناه، وهو ما يتعلق بزيادة الماء في العين حتى أنها فاضت من الدمع، كل ذلك خشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الوصف الآية التي معنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله، ذكره ماذا؟ خاليا،
خاليا في مكان لا يراه أحد ففاضت عيناه. إذن هذا نوع أيضا من الوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. والخوف هذا ليس الخوف المعتاد الذي يخافه الناس أو يخافه البشر، إنما هذا خوف يشوبه أيضا المحبة لله سبحانه وتعالى ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه التوبة. لكن هناك أنواع من البكاء، هناك أنواع من البكاء. هناك البكاء الذي يكون عبارة عن ردة فعل، إذا بكى شخص بكى معه، يبكون إذا رأوا الناس يبكون، وهذا يحصل دائما، وهذا يكون بسبب التأثر والانفعال. أيضا هناك البكاء الذي يكون بسبب الحزن، وهناك أيضا البكاء الذي يكون بسبب المشاهدات، إذا شاهد منظرا داميا أو مشهدا فظيعا تجده أنه يبكي، أو أيضا عندما يقرأ القارئ ويقوم بترتيل الآيات بطريقة حزينة فتجده يبكي. البكاء هنا لم يحصل لتأثره بهذه الآيات، إنما لتأثره بطريقة القارئ أثناء قراءته ولم يتأثر بهذه الآيات، فتجده يتأثر بهذا الترتيل ولا تجده يستشعر معنى هذه الآيات. ولذلك هذا المعنى هو لا يتحقق بما نريد، وهو الخشية لله سبحانه وتعالى، لأن الذين يخشون الله يتأثرون بالآيات ولا يعنيهم نوع الترتيل الذي يرتله الإمام، لكن الإمام عندما يرتل هو يقرب هذه الآيات للناس بهذا الترتيل بحيث يستشعروا معنى هذه الآيات، لكن البعض عندما يبكي يبكي على الترتيل. ولذلك بعضهم لو قالوا لو جاء الإمام ورتل ترتيلا مجودا وحزينا في مثلا قوله تعالى يسألونك عن المحيض لتجده قد بكى. لماذا؟ لأنه بكى على الترتيل، وإلا المعنى يسألونك عن المحيض لا يستشعر المؤمن فيما يتعلق بإيش؟ الخشية والخوف. ولكن أقصد أن المسلم عليه أن يستشعر الآيات قبل أن يستشعر ترتيل الإمام. وهذه طبيعة البشر، تجد الناس إذا وجد أناس يبكون بكى معهم، وإذا وجد ناس يضحكون ضحك معهم، أحيانا تجد أناس يضحكون وهو لا يعرف عن أي شيء يضحكون، ومع ذلك تجده يضحك معهم لضحكهم. وهذا هو ما ذكرناه، هو ما يقابل أيضا الفعل، ما يقابل الفعل من بكاء أو من ضحك. ولكن أيها الإخوة، قوة الإيمان، من صاحبه الإيمان القوي تجده عندما يبكي يبكي خشية لله سبحانه وتعالى. ابن القيم ذكر معاني عظيمة، وذكر وفصل في أنواع البكاء، وفصل في أنواع البكاء. قال رحمه الله: أولا بكاء الخوف والخشية، وهذا هو المطلوب من المؤمن، بكاء الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الأمر الثاني بكاء الرحمة والرقة، تجد شخص مسكين، تجد شخص مثلا مبتلى، تجد شخص أصيب بمصيبة، فيكون هذا البكاء بكاء رحمة ورقة لما حصل لهذا الشخص. أيضا النوع الثالث بكاء المحبة والشوق، وبكاء المحبة والشوق عندما تتذكر صديق لك في غربة، أو أخ أو أخت أو زوجة أو غيره من القرابة، ثم تتذكره فتتذكر ذلك الرجل فتبكي بكاء المحبة والشوق لهذا الشخص. الرابع بكاء الفرح، بكاء الفرح والسرور، عندما يأتيك أمر أو خبر يفرحك تبكي من الفرح، وأيضا الفرح أيضا والسرور، إما مثلا بمولود أو بوظيفة أو بغيرها، فهذا يحصل أحيانا ويبكي من الفرح والسرور. هناك أيضا البكاء من الجزع،
البكاء من الجزع، يخاف أمرا أو الجزع إذا أصابه أمر ألم، يصيبه ألم فيبكي من شدة هذا الألم لأنه لا يتحمل هذا الألم فيحصل البكاء. وأيضا بكاء الحزن، وبكاء الحزن هو يكون على أمر قد مضى فيحزن على أمر فيبكي على أمر قد مضى فيبكي من أجل هذا الأمر. وأيضا بكاء الخوف، الخوف يكون من أمر مستقبل، يخاف من أمر مستقبل فيبكي خشية أن يصيبه هذا الأمر، كما يحصل نسأل الله العافية والسلامة من اجتياح عدو أو غيره كما يحصل في بعض البلدان، فيخاف من وقوع هذا الأمر فيبكي خشية وقوع مثل هذه الأمور أو غيرها من الأمثلة. ثم ذكر رحمه الله بكاء الخور والضعف، الخور والضعف عندما يكون في موقف ضعف يقبض عليه في أمر ما فتجده يبكي، أو يشاهده الناس في موقف غير لائق فيخاف ويبكي من الخوف والضعف لأن موقفه في هذا الأمر كان موقف ضعف. أيضا هناك بكاء النفاق، بكاء النفاق بكاء المنافقين، فهم يبكون بالدمع ولكن قلوبهم قاسية، قلوبهم قاسية ولكنهم تجري من أعينهم الدمع وهو دمع كاذب. أيضا ذكر رحمه الله البكاء المستعار، البكاء المستعار وهو للمستأجرة من النساء كبكاء النائحة، بكاء النائحة هو بكاء مستأجر يستأجره الشخص من أجل أن تبكي وأيضا تبكي الناس، فإنها كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال تبيع عبرتها وتبكي لكي تثير ما عند الناس من مشاعر، فهي تبيع عبرتها، هذا هو بكاء النائحة. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى هذه الأنواع، أبكى ذكر الله سبحانه وتعالى وأثنى على أول نوع من هذه الأنواع وهو بكاء الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ذكرناه في الآيات السابقة التي جاءت في هذا المعنى والتي تدل على أيضا الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا البكاء وهو بكاء الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام له مزية في الحديث الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، فقال لا يلج النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأيضا جاء في حديث عظيم يبين أيضا ما ذكرناه لكم من أهمية الأحاديث التي فيها أن الله يحب هذا الشيء. إذا جاء حديث تأمل، إذا جاء حديث فيه قول للنبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يحب هذا الشيء فتمسك به. لماذا؟ قلنا لكم في السابق ونكرر عليكم هذا الحديث العظيم، يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب شيء عند الله ماذا؟ مما افترضه عليه وهي الصلوات فحافظ عليها. وقال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. حديث عظيم هذا لمن أحبه الله. ولذلك إذا سمعت أي حديث فيه أن الله يحب هذه المزية فتمسك بها واعمل بها. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام والشاهد في حديثنا قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، قال قطرة من دموع فيها خشية لله سبحانه وتعالى. إذن الدموع التي تكون من خشية الله فهي أحب إلى الله من أي شيء، فهذه الدمعة التي تنزل
من العبد خشية لله فهي محببة لله سبحانه وتعالى، والثانية قال وقطرة دم تهراق في سبيل الله. انظروا، شبه هذه القطرة التي تنزل من الدم في سبيل الله وهو الجهاد، وهو أعظم شيء، وهو من أعظم الأمور التي يذهب بها المسلم ولا يعلم هل يرجع إلى أهله أم لا. هذه القطرة التي تخرج من المسلم من الدم شبهها بقطرة الدمع التي تخرج من المسلم خشية لله سبحانه وتعالى. ابن مسعود رضي الله عنه في يوم من الأيام قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي، اقرأ علي القرآن، وهذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام. فتعجب من هذا الطلب فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه سورة النساء، يقول حتى جئت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول لما قرأت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك حسبك. يقول فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدمع. رأى عين النبي عليه الصلاة والسلام تذرفان من الدمع تأثرا بهذه الآية، فهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، تذرف عيناه من الدمع، يتأثر من المواقف. في يوم من الأيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فرأى أناسا يدفنون صاحبا لهم، فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدر مسرعا من بين يدي أصحابه، ترك أصحابه وذهب مسرعا إلى ذلك القبر، فجث على ركبتيه عليه الصلاة والسلام عند ذلك القبر. يقول الراوي فجئت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرأيت الدمع قد بلل لحيته عليه الصلاة والسلام، أي بكى بكاء كثيرا تأثرا بهذا الموقف، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم أوصاهم في هذا الموقف وصية عظيمة، أوصى أصحابه وصية عظيمة فقال لهم أي أصحابي لمثل هذا فأعدوا، أي لمثل هذا اليوم، أي عندما يفارق المرء هذه الدنيا ويوضع في قبره، قال اعملوا لمثل هذا اليوم، لمثل هذا فأعدوا. ثم أيضا هذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام في تذكير أصحابه بالموت، وعليهم أن يعملوا قدر جهدهم بأن يستعدوا لمثل ذلك اليوم. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فسمعت له أزيزا كأزيز المرجل من البكاء عليه الصلاة والسلام، يصلي عليه الصلاة والسلام في جوف الليل ويبكي بكاء وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يبكي تأثرا عليه الصلاة والسلام وهو يتلو هذه الآيات. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في يوم من الأيام لأبي بن كعب قال اسمعوا إلى هذا الحديث، تنبهوا له، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب بأن الله، انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، وهو يطلب من النبي بأن يقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. ماذا قال أبي بن كعب؟ قال الله سماني لك، قال الله سماني لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم،
قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. انظر إلى هذه المزية العظيمة التي حصل عليها رضي الله عنه. وقد ذكرت عند رب العالمين، قال: نعم. يقول: فذرفت عيناه رضي الله عنه، يقول عن نفسه: فجعلت أبكي من هذا الموقف. لا شك أنه موقف عظيم، بأن يسميك الله سبحانه وتعالى ويطلب من نبيه بأن يقرأ عليك سورة البينة. وهكذا حال السلف رضي الله عنهم، كانوا أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ولعلنا أيضا نكمل بقية هذا الموضوع، وهو ما يتعلق أيضا بالبكاء والتباكي، وهل التباكي أيضا محمود أم مذموم؟ التباكي هل هو محمود أم مذموم؟ وإن شاء الله غدا نذكر لكم أيضا هذا المعنى، وأيضا ما فيه من المعاني المهمة التي يحتاجها المسلم أيضا في حياته، وأيضا لخشيته لله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فتذكروا هذه الآية العظيمة، وتذكروا المعاني التي ذكرناها، واستحضروها عند دعائكم لربكم، وخاصة في صيامكم وعند فطركم، وكذلك في آخر الليل، وفي أيضا أوقات الإجابة. تحروا هذه الأوقات المباركة، تحروا هذه الأوقات، وادعوا الله مخلصين له أيضا موقنين بالإجابة، بأن الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.